هاي الدار كل لحظة يتجدد يا عيال زاي الدار البيت متوحد قول يا قطعة من الروح نرسل لك احنا شواك ويا حمام الدوح غاليين طيبين جينا نرد الدين ونحبكم احنا العراقيين. تلفزيون الخليج اول بدايتنا مشروع صغير والحمد لله شوي شوي يعني واحد يتطور شوي يكون عنده شيء المرحله اللي قدام يعني ان شاء الله تطورنا شوي شوي لقدام احسن ان شاء الله. طبعا استاذ حسين لو تخبرنا عن الخدمات اللي بتقدموها داخل الخدمات الموجوده عندنا كلها تصليح سيارات رانج بي ام مرسيدس اودي والخدمات يعني سفايف ما سفايف نعم مثل يعني عندك تصليح جنبيلات في جديد وفي مستعمل وخدمات يعني جميل. طبعا لو نعود للبداية كيف من وين اجت الفكرة انكم تفتحوا الكراج؟ الفكرة كنت اول مرة شغال عند جماعة بالشرق حبينا الفكرة والجماعة نصحونا انه زاد نفتح ونطور شوي بما انه البلد يعني متقدم شوي وفي تطور حبيت افتح المصلحة مصلحة حلوة. تميز طبعا الغزلان لسيادة السيارات لو تخبرنا اكثر طبعا ايش بيميزكم عن الاخرين؟ طبعا نتميز بالاخرين انه بتصليح سيارات يعني فاخرة يعني فاخرة النوع مثل الروز رايز بي ام مرسيدس رانج بهكذا يعني. جميل. طبعا استاذ حسين اكيد انتم ما وقفتوا لهون اكيد في خطط ورؤية مستقبلية وطموح لكم طبعا بتخبرنا عن خططك ورؤية مستقبلية. اكيد المستقبل لازم راح يطور حاله شوي يعني بالضبط يعني مثل يفتح له معمل ثاني بالتصليح غير شغلات يعني مشابه للجنبيلات يعني مثل عشان اقول لك يعني معمل الكبس كبس وجنبينات تطبيق جنبينات احسن من نروح نستارد من برا صلح لهم.
نعمة الأمن والأمن بالإمارات، ونشكر الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك طبعا. الله يسلمك. على الصعيد الشخصي رسالة شكر خاصة فيك، لمين بتحب توجهها لشخص أو أشخاص كانوا داعمينك في مسيرتك؟ أحب أشكر معلمتي وأخوي، أخوي أحمد زاد ما قصر، دعمنا الحمد لله، وكثير شباب يعني موجودين بالدولة دعمونا، وأشكرهم كثير الشكر إن شاء الله. طبعا متوجهين جزيل الشكر على قناتنا، بشكرك أستاذ حسين على اللقاء الجميل. طبعا خبرنا قبل النهاية موقع كراج الغسلان لصيانة السيارات، موقعكم داخل إمارة رأس العين. موقعنا القصيدات، نعم، دور الفانوس، نعم، زين إيطاليا على اليمين، نعم، 500 متر كراج الغسلان.